بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما تعلم العلم الذي لا يستقيم دين المسلم إلا به، من معرفة عقيدته ومعرفة أحكام صلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته، فهذا القدر من العلم واجب وجوب عين على كل مسلم ومسلمة، لأنه لا يستقيم دينه إلا به. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند الرجل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس أمامه مجلس المتعلم من معلمه، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة وفيه علوم غزيرة، فأولا هذا فيه طلب العلم وتلقيه عن العلماء،
عن طريق السؤال والجواب أو عن طريق الرواية أو غير ذلك من طرق التلقي، فالعلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، لا يؤخذ عن الجهال أو عن الآباء والأجداد عن عوائدهم، وإنما يؤخذ عن العلماء. كذلك لا يؤخذ العلم عن الكتب مجرد قراءة، بل لا بد من الجلوس إلى أهل العلم ومذاكرتهم وسؤالهم عما أشكل وتلقي العلم عنهم. فهذا جبريل عليه السلام جاء يعلم الأمة كيف تتعلم العلم، وأنها ترجع إلى علمائها بالسؤال والجواب أو بالرواية أو غير ذلك من وسائل تلقي العلم النافع. وفي هذا الحديث أدب طالب العلم من أنه ينبغي أن يكون على أحسن هيئة. هذا جبريل عليه السلام جاء صورة رجل شديد بياض الثياب، ففيه أن طالب العلم يعتني بملابسه ويتجمل ويلبس الثياب البيضاء، فإن البياض هو أفضل اللباس للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. شديد سواد الشعر، هذا فيه أن طلبة العلم أيضا يلتزمون بخصال الفطرة من إعفاء اللحى وجز الشوارب، لأن هذا من خصال الفطرة، إعفاء اللحى وتركها على حالها التي خلقها الله لا يتعرض لها بقص ولا بحلق ولا بتخفيف، وإنما تعفى. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعفون لحاهم، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، كان ذا لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. ثم فيه أيضا أدب الجلوس بين يدي العلماء، فهذا جبريل عليه السلام جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم من معلمه، وأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن المتعلم يقرب من المعلم لأجل أن يسمع ما يقول ويعقل ما يقول المعلم ولا يكون بعيدا عنه. ووضع يديه، وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذيه، هذا من الأدب. فطالب العلم بين يدي معلمه لا يعبث ولا يلتفت، وإنما يصغي إلى معلمه ويخضع بجوارحه فلا يحركها ويعبث بيديه أو بشيء آخر. ثم قال: يا محمد. هنا بدأ السؤال والجواب: أخبرني عن الإسلام.
ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة. فهذا فيه دليل على أن أول ما يبدأ به تعلم الإسلام وتعلم الإيمان، لأن هذا هو أصل الدين. أصل الدين تعلم الإسلام، فلا يبدأ الإنسان بشيء من طلب العلم، لا يبدأ بشيء قبل معرفته لأركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن هذا القدر من العلم لا بد لكل مسلم أن يعرفه. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الانقياد لله جل وعلا، الانقياد له بالتوحيد وإخلاص النية والعمل، والبراءة من الشرك، لأن الشرك ضد الإسلام، فلا بد أن يتبرأ مما يضاد الإسلام وهو الشرك والكفر. وهذا الإسلام له أركان يقوم عليها، لا يتحقق إلا بوجودها. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم وهو لا يعرف أركان الإسلام، بل لا بد أن يعرف أركان الإسلام من أجل أن يحققها وأن يقوم بها حتى يصح إسلامه. وأما مجرد الدعوة من غير عمل ومن غير اعتقاد فهذا لا ينفع صاحبه. لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم ثم إذا سئل عن الإسلام قال لا أدري، إذن كيف تكون أنت مسلم وأنت لا تدري ما هو الإسلام؟ فلذلك بدأ جبريل عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالسؤال عن الإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف ما هو الإسلام حتى يحققه ويقوم به. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذا هو الركن الأول، شهادتان، وهذا هو الأساس، وهذا هو العقيدة. فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال حتى يتحقق الركن الأول وهو التوحيد والعقيدة التي تبنى عليها جميع الأعمال. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتراف، الاعتراف بالقلب واللسان أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تعلم علم اليقين وتنطق بذلك وتعلن بذلك أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا كافرا بعيدا عن الإسلام وإن زعم أنه مسلم. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فقوله لا إله هذا ينفي جميع الشرك، وقوله إلا الله
هذا يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا قال هذه الكلمة فلا بد أن يلتزم بما تدل عليه بأن يخلص العبادة لله جل وعلا وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل حتى يدخل في الإسلام دخولا صحيحا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعترف وتقر وتنطق بلسانك أن محمدا رسول من عند الله جل وعلا بعثه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، الاعتراف والإقرار والاعتقاد الجازم أن محمدا رسول من عند الله جل وعلا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ثم لا بد من العمل بمقتضى هذه الشهادة. فإذا شهدت أنه رسول الله حقا وجب عليك أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فشهادة أن محمد رسول الله تلزمك باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة بالرسالة تنفي جميع البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا شهدت أن محمد رسول الله وجب عليك أن تتبعه وألا تعمل عملا تتقرب به إلى الله إلا إذا كان هذا العمل ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تبتعد عنه لأنه بدعة وخرافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن شهد أن محمد رسول الله وهو يعصيه ولا يطيعه ويتبع هواه أو يعمل أعمالا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شهادته إما باطلة وإما ناقصة. شهادته أن محمد رسول الله وهو لا يطيعه ولا يتبعه ولا يعمل بشرعه وإنما يعمل بهواه أو بما أدرك عليه الناس من غير دليل فشهادته غير صحيحة، إما باطلة وإما ناقصة بحسب مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن ليست شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هو لفظ وعمل وتحقيق وإخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
فأسلم وجهه لله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهو محسن، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، إقام الصلاة. ولاحظوا أنه لم يقل والصلاة، وإنما قال إقام الصلاة، لأنه ليس المقصود من الصلاة الإتيان بصورتها، وإنما المقصود الإتيان بالصلاة كما شرعها الله سبحانه وتعالى بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أن تكون صلاة مطابقة لما شرع الله سبحانه وتعالى. وليس المراد صورة الركوع، القيام والركوع والسجود والجلوس، ليس هذا هو المراد. مراد حقيقة الصلاة وإقام الصلاة، أي الإتيان بها قائمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإقام الصلاة على نوعين، إقام ظاهر وإقام باطن. فإقامتها في الظاهر الإتيان بأعمالها من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا إقامة لها ظاهرا. إقامتها باطنا بالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإقامتها في الظاهر لا تكفي عن إقامتها في الباطن، بأن يكون المصلي خاشعا لله عز وجل، قانتا لله، وقوموا لله قانتين. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فروح الصلاة ولبها ومقصودها الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تخشع لمن أنت قائم بين يديه، تناجيه وتدعوه وتركع له وتسجد له، أن تستحضر عظمته سبحانه وتعالى، وتعلم أنك قائم بين يديه، وتعلم أن الله يراك وأنت تصلي، فلا تلتفت بجسمك ولا تلتفت بقلبك عن الله جل وعلا، بل أقبل على صلاتك إقبالا كليا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إقام الصلاة. وإقام الصلاة والمراد بها الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. صلاة الفجر هذه خمس صلوات في اليوم والليلة، فريضة على جميع العباد، لا بد من إقامتها في مواقيتها ومع الجماعة في المساجد، وأن تكون مستوفية لأحكامها. ولا يقوم بذلك إلا من تعلم أحكام الصلاة. أما الذي يصلي على العادة فقط وهو لا يعرف أحكام الصلاة، فهذا لا يتحقق منه إقامة الصلاة على الوجه المطلوب، وإن كان مأمورا أن يصلي على حسب استطاعته. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا بد أن يعرف الإنسان أحكام صلاته، وهذا شيء ميسور، ليس بالعسير ولا بالمتعذر، هذا شيء ميسور موضح، ولله الحمد موضح لك. تراجع كلام أهل العلم، رسائل مختصرة واضحة تقرأها وتحفظها،
وتسأل عنها أهل العلم فيما أشكل عليك، بهذا تعرف فقه صلاتك. الركن الثالث إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، حق سنوي، كل ما تم على المال سنة تجب فيه الزكاة، إلا الخارج من الأرض فإن زكاته تجب عند حصوله. وآتوا حقه يوم حصاده. أما بقية الأموال فإنها تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول إذا بلغت النصاب المقدر شرعا، فلا بد من إخراج الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. فمن جحد وجوب الزكاة كفر، من جحد وجوب الصلاة الزكاة كفر. وأما من منعها بخلا، من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا، يأخذها ولي الأمر منه قهرا ويوزعها على مستحقيها. فإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أخضعهم للزكاة وأخذها منهم، وهي حق للفقراء فرضها الله سبحانه بقوله والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق ما هو بتبرع، حق واجب، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، دائما تجدون الزكاة مقرونة بالصلاة، مما يدل على أهمية الزكاة، فلا يجوز التساهل بشأنها أو التهاون في أمرها، لأنها حق واجب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء، أن يأخذ من أموال الأغنياء صدقة وهي الزكاة، وبين فوائدها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أيضا يحصلون على صلوات الرسول ودعاء الرسول لهم، ومن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة. هذه هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع صيام شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم الصيام أي فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون، أي أن الصيام يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى، فهو سبب للتقوى، وهذا مدح للصيام لأنه يسبب للصائم تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى سعد في الدنيا والآخرة. إن أكرمكم عند الله
أتقاكم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل. أما المقيم الصحيح فيصومه أداء، فمن شهد منكم الشهر أي حضره فليصمه. هذا هو المسلم المقيم الصحيح. أما من كان مسافرا في شهر رمضان أو سافر في أثنائه فإنه يفطر، خفف الله عنه فأباح له الفطرة أثناء السفر تخفيف.